أخي الله يرضى عليك، بدك تأجل لي هالعرس كم يوم لبين ما تهدى الأمور بالحارة. إيه مثل ما بدك أخي. وليش لا نأجله خطاب؟ قلي ليش؟ وبعدين نحن شو دخلنا بمشاكل الحارة؟ هدية ولا يجعل عمره ما تهدى. عيب يا خالتي ما نعمل خاطر لأهل الحارة. يو ليش هن عملونا خاطر وقت اللي مات أبوك؟ يعملون. لا سيدي ما عملونا، وأنا بدي جوز هشام بالموعد اللي اتفقت فيه أنا وبيت أبو فكري. أنت شو قصتك معي خالتي؟ بتضلك بتعارضيني وتطلعي لي سنجي عرض بكل شغلة بدي إياها؟ لأنه كلامك كله غلط بغلط. وشو الغلط بالموضوع؟ والله إذا بدي استنى مشاكل الحارة لتخلص لجوز ابني، ابني بحياته ما رح يتجوز. أوهو علينا هشام، عرس هلأ ما في. إذا بدك تتجوز هلأ بتتجوز على سكيتي، يا أما أجلي العرس أخي. اسمع هشام، إذا بدك تتجوز على سكيتي يكون بمعلومك أني أنا ما بحضر لك عرسها. عندي شوفي لأبوك شو عم تساوي هون؟ والله عم بتمشى ممنوع. شوف حمدي، الرجال لما بده شي من بعضها بتواجه، وإذا لك شي عندي تعاخده مني وش لوش، بس هاي الحركات والنطوة البلا طعم اللي عم بتساويها بلا، لأنه راسك بتكسر من وراها. شو قصدك دبور؟ ليش هيك عم تحكي؟ لأنه هيك الرجال بتحكي، وانت فهمان علي. تيسا الله معك. من شو خايفة لك يا أختي؟ من شو؟ ما بقدر أقول لك عليه السر لحتى أطمن على حالي. صدقيني أنت بأمان يا شكرية، بأمان. والله خايفة على الفيل، والله خايفة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رح تخليني شك أنك أنت سارقة هند خانم ها؟ لا والله أنا ما سرقتها، والله وحق الله ما سرقتها. لكن مين سرقها؟ ماشي ما بدك تحكي معي، انا رح اتركك يومين بس بعدين ما بقى استناكي، يا بتقولي لي السر اللي عندي يا اما قسما عظما رح اسلمك للكراكون. قتلي قتلي ساعتلي اجيت لعندك على البستان. يا دبور ما بقدر طالعه لعدنان الا لحتى يجي صاحب الشكوى بالذات يتنازل عن الشكوى. ايه اذا هيك ابو رسمي لعيونه، انا رح اجيب لك صاحب العلاقه لعندك لهون ويسقط حقه. ري عليك يلا هيك منيح كتير، ما تجينا لشوف متعك. خاطره الله معك والقلب تعيله. صحيح شو بدي اقول لك ابو رسمي، في شغله هلا بين ايدي على كيف كيوفك، بتسر قلبك وخاطره. اذا زبطي عليم الله لقلب لك الحاره فوقاني تحتاني، بس ادعي لي انه تزبط. قول الله والله لا تعيد اخنا عند ابوك عند عشيه. يا رب يا رب تصبر. يلا هيك بدي اياها. عم لم له اواعي الوسخه. وليش؟ عندي غسيل. شو ليش؟ بدي اغسل. قلت خطيب اغسل له اواعي. الله يعطيك العافيه. يلا يا سعديه شعلي بابون لحقي الغسيل. شو عم تحكي نبيها؟ كانت بأوضتي؟ اي والله يا اخي انا ما حبيت فوت على اوضتك بها. اي زمن يا حضن راح